واش لافافا، السلام عليكم، معكم يونس الراس تعاود ثاني. جيتكم من جديد بواحد الرحله اللي غادي نديرو سبيسيال يوم، غادي تكون في واحد الباخره اللي غادي دينا لواحد الجزيره او جزر كاين هنا في مدينه اوسلو، وكاين عدد ديال الجزر اللي كاينه في النرويج كامل اكثر من 52 جزيره اللي طايره في النرويج. ما عارفش بالتحديد شحال من جزيره اللي كاينه هنا في مدينه اوسلو بالحق. اليوم غادي نمشيو كاملين بينا باش نديكم ونكتشفوا هذه الجزر هذا. قبل ما نمشيو غادي نوريكم واحد المساله، الا بغيتي تقطع لي تيكيت ديال الشهر كامل تتقطعهم اللي داخله فيهم الترام المترو وحتى الباخره وحتى المترو اللي كتعملهم من شهر لشهر كتخلص تقريبا واحد 70 ولا 75 ديال 75 اورو. هاد لابليكاسيون اللي سميتها روتر بيلت، الروتر بيلت هذو اللي كتاخذهم كما كتشوفوا معايا كامل اللي كتجيك كما قلت لكم 75 فرانك. ما بقاليش الوقت، الباخره راهي الناس هما جاوا غادي نمشيو دابا. خليكم تخيل معايا كتقول لي كيسولك فين غادي ولا فين جاي. انا نورمالمون كنت كيسحب لي غادي نسكاني التيكي ديالي او نسكاني لابليكاسيون اللي عندي فيها. دخلت حتى شي واحد مهضر معايا قال لي فين غادي ولا فين جاي، كيف ما كتشوفوا معايا الناس اللي خدامين هنايا والباطو من الداخل ها هو كيفاش داير زوين بزاف. غادي نمشيو نشدو البلاصه ديالنا ونتمناو ما امكن الناس من هذه الرحله زوينه ونستمتعوا كاملين ونشوفوا شي حوايج جداد اللي ما شفناهمش في مدينه اوسلو. وهذه لاتيراس شويه وعندك الحق طلع للفوق تشوف لاتيراس كبيره. يلا نشوف لانك اويوني. لانك اويوني هي سميت هذه الجزيره هذه اللي كنظن هي اكبر جزيره اللي كاين هنايا قريبه لاوسلو كيف ما كتشوفوا معايا او موصلونا. الباطو ها هو من مورانا غادي يدي الناس الاخرين وحنا يمكن لك نضرب واحد الدويره شحال ما بغيتي انت. المهم كل 20 دقيقه كيجي باطو وكيعاود يديك. الناس ديما كطيح تشوشي ديالها. نعطي معكم حوايج بوزيتيف، حوايج اللي كيعجبوني في البلايص اللي كنمشي ليهم. من البلايص الحوايج اللي يخربقوني هنا وما كتشوفوا هنا جزيره صغيره وعندها داير لها الشانطي ديالها انتم كتشوفوا معايا ولا ما كيجيوش الطوموبيلات شانطي شانطي. انتم كتشوفوا معايا مصاوب منها واخا ما ساكن شويه بنادم بزاف. كاين واحد شويه ديال الديور هنايا، كاين واحد الملعب ديال التيران هنا وكاين بلايص فين تحط لي طونط ديالك هنايا تجي وتريح. الحاجه اللي بغيت نقول لكم هو انني فهمت شي ما كاين لا كونترول ولا شي حاجه. جا بنادم دخلت الباطو ركبنا نزلنا ما كاين لا مشكل لا حتى شي حاجه. اللي ما بعيداش بزاف، بعيده تقريبا واحد 15 ولا 20 دقيقه من اوسلو من اكا بويد اللي في سيتي سنتر لهاد البلاصه. كتشوفوا معايا من اللور هذيك هي البلاصه فين كاين الشاطئ فين بنادم كيعوم. وكيف ما كتشوفوا معايا هنايا لي طونط اللي كاين من مورايا واحد جوج ثلاثه الناس حاطين ضرب القيطون ديالهم مسدن وكيمشيو في حالهم كيدوزوا النهار ديالهم كامل. المساله الوحيده اللي بغيت نقولها لكم هو ان النرويج احسن البلايص الامنه، يعني تضرب لاطون ديالك هنايا وتمشي تخرج الدور مع راسك ما كاينش المشكل وفور فري فابور بلا بريير بلا جوج. حتى بالنسبه للماء العافيه كاين ثلاث شعل هاد الليل وكتطفيها. انتم كتشوفوا معايا عائله جايبه لاطون ديالهم كاملين هنايا مسأل بلاصه كاين خونا ضرب الهرمك اللور. عرفت شنو هو احسن بلاصه اللي يمكن لبنادم يجي ويبعد عليها من سيد بزاف. واحد خونا من الكاريبيان ايلاند مريح هنايا ضرب واحد الجلسه عنده الباف ديالو طارق الريقي
بكيت كيف ما عرف راسك راجل كبير عنده واحد الرصه كبيره ما بغاش قال لي ما كاينش الريكورد ولكن مشيت لعندو سمعت الموسيقى مشيت لعندو ريا تما راجل واجلس معاه اكثر من ربع ساعه كيعاود لي انه كيتراب كيصور في العالم كامل المغرب قال لي عندي دري صحابي من المغرب بزاف وقال لي عندكم المزايا مزيانه غادي ننزل المغرب هاد اللحظه غادي تسالي الرحله ديالي في الجزيره دابا غادي نسينو الباطو باش يجي كان عندنا الوقت قصير باش نكتشفوا هاد البلاصه اللي ما كانش طايح عليها على البال بلاصه واعره بزاف خليت لكم السميه ديال الجزيره بالنسبه للبنادم اللي مهتم بهاد البلاصه اللي بغى يجي ليها الحاجه اللي كتشوفها الكاميرا هي ماشي الحاجه اللي كتشوفها بعينك اللي كتشوف بعينك داكشي واعر بزاف عندك بلاصه بزاف فين تجلس كاين طواليت كاين مرافق ديال تسليه كره فولي باسكت منطقة طبيعية واعرة بالنسبة لطونش فابور تحط الطون ديالك فابور الحاجة الوحيدة اللي ما سولتش عليها واش كاين الماء باش تدوش ولا ما كاينش الماء باش تدوش يمكن لك تحط الطون ديالك يمكن لك تشعل العافية بالليل وتصاوب الماكلة ديالك يعني بأنك سيف ما عندك حتى شي مشكل الباطو كيجي كل 20 دقيقة باش يديك من السونتر لهاد البلاصة هادي بالنسبة للناس كيف ما قلت لكم اللي مهتمين بهاد البلاصة هادي يمكن لهم يجيو لهنايا يسولوا عليها راه ما بعيداش من السونتر ديال اوسطو اللي سميتها اكا بريدو كتقطع التيكي وكتجي لهنايا تتحط لاطونج ديالك جيب معاك المسائل وكيف ما قلت لك ديما تشيكي بان واش كاين الشتا ولا ما كاينش الشتا ويلا عندك الماتيريال زوين ديال الشتا ولا هادي غادي تجي لهنا كاينه شجر فين تخبع او فين تحط المسائل ديالك من الاخر بلاصه واعره بزاف كنصح فيها بنادم اللي يجي اوسلو ضروري ما يجي يضرب دويره لهنا واخا غادي تجي تريح ولا ما غادي يجي ترجبات فيها تجي ضرب فيها دويره بلاصه كتستحق انك تزورها ومازال الجديد معكم ان شاء الله ديما الجديد مع يونس الراستا كنت لابس القميجه حيت تعرفي علاش حيت البلاصه هذه ماشي ديال العياقه هذه البلاصه هذه ديال جي وطلقها Thank you so much. واش واش لا فافاس عيدكم مبارك سعيد كل عام وانتم بخير الناس ديال المغرب الناس ديال المغرب العربي رغم العيد ما كايناش عندنا حنا ولكن ضروري ما غادي نخترعوه الشتا كطيح ما عنديش فين نمشي اختاريت واحد البلاصه اللي غادي نمشي ندير فيها واحد شويه ديال الشوا الا بغى الله خليكم معنا عيدكم مبارك سعيد كيف ما كتشوفوا معنا واخا الاجواء معاوناش ولكن ضروري ما غادي نخلقوا الاجواء ديال العيد الكبير واخا عندي واحد الكيلو ديال اللحم غادي نخلقوه نحاولوا ما يمكن اننا نديروا شي ما عنديش باش نشعل شعله بلاستيكه عندي شويه ديال العواد ما عندي لا فخر لا شي حاجه كتشوفوا معايا عيب العواده لكن لا فخر لحتى شي حاجه والله الا عيب العواده الا كنتي مغربي حر خصك دوز العيد الكبير ديالك والسلام عليكم ما كيهمش فين وعلاش ووقتاش المهم العيد الكبير ديالك دوزو البريري ذا هو شاط الاجواء المغربيه غادي تكون غادي تكون باش ما بغاو كنشم ريحة التشنشيط وريحة بولفاف دابا عادي يمكن لك نقول لهم مبروك عليكم العواشتر كانوا الناس كيصيفطوا لي تيقولوا لي مبروك عواشترك اش من عواشتر اخويا ما كاين لا التشنشيط لا دخان لا والو دابا قلبي عاد ارتاح ومبروك عواشتركم علينا وعليك تعيدوا وتعودوا اي واحد المسألة اخوتي اللي بغيت نوضحها هو ان
مساله ديال العيد الكبير هو ان ربي عز وجل ماشي فرض علينا عيد الاضحى باش بنادم ياكل لحام ولا هادي غير هي كتبقى ديك التقاليد المغربيه. بنادم راه عاش واحد اكثر من عمره كامل عاش في واحد المنطقه يعني اللي تزاد فيها وعاش بها ودوز فيها بزاف ديال الحوايج يعني كترسخ لك مع الشخصيه ديالك. واخا تمشي فين ما مشيتي كتبقى مغربي واخا تمشي فين ما مشيتي كتبقى من الاصول ديالك. يعني هاد المسائل هادو اللي ما شفتيش اللحم بحال هكا ولا ما درتيش هاد التقاليد هادو كيبقى راه خاطرك دارك. من هاد المنبر هذا كنوجه تحيه كاع الناس اللي مغربين على والديهم ولا مغربين على بلادهم. راه الغربه قاصحه بزاف اخوتي، ماشي كيما كتبان للجميع بانها سهله والضحك والفلوس والنشاط والبلاد زوينه، كضرك خاطرك من كتكون بعيد على والديك خصوصا في هاد المناسبات. من هاد المنبر هذا كنقول للناس اللي عايشين في الغربه ولا مغربين على والديهم ولا على بلادهم عليكم الله، وان شاء الله غيجي واحد النهار اللي غادي تجلسوا مع والديكم وغتجلسوا مع احبابكم واخوتكم. من الله اي واحد يكون الاجر ديالو مقبول من عند الله. كيف ما قلت لكم كتبقى هاد المسائل غير تقاليد اللي كتربطنا بين العائله ديالنا وبالماضي ديالنا. وعيد مبارك سعيد للجميع ان شاء الله، ونتمنى كاع الناس اللي بعاد على والديهم يكونوا قراب ليهم، الناس اللي مغربين اليتامى والمساكين. عيد مبارك سعيد. صرخ عليا اني الملك فرصه عشنا في واد المدهى في واد المدهى. ووجه الملك مثل ثريا والصقر ضروري من النعناع. يا سلام، هذه اللي عجبتني هنا في النرويج هو ان كاين هذه شوب عرب كتلقى فيهم كلشي حتى من النعناع. حتى هو لقيتو في بولندا ماكش كنلقى النعناع، كاين النعناع ولكن ماشي بحال هذا فيه الريحه، ما عرفتش واش كيجيبوه من المغرب بحال المغرب تقريبا. يا سلام، دابا عاد كتكمل العواسر. شوف ملي تقول لي العواسر كيكونوا فيها جميع العوامل، توفر اللحم، الدقيقه ديال اتاي، براد، سكايكر، نعناع. الحمد لله سالينا الامور، داز الحمد لله كلشي بخير وعلى خير. المساله اللي بغيت نقول سبحان الله، هاد البلاصه هادي ما كنتش عارفها، جينا سكننا هنا تقريبا دي شي سيمانه دابا باش خدينا الدار هادي، وما كنتش عارف هاد البلاصه هادي مور الدار، فهمتي. انا غادي نوريكم من بعد، غادي نوريكم لا فيديو كيفاش، وما كنتش عارفها سبحان الله، ما كنتش عارف بان مور الدار عندنا حنايا البلاصه هادي اللي فيها البلاصه ديال الباربيكيو ولا البلاصه ديال حتى هادي. واحد اليومين انا قلت غادي نخرج نضرب دويره نشوف شنو كاين، واش شنو كاين هنا. حتى نخرج كنتفاجئ بهاد البلاصه هادي سبحان الله، كاين الباربيكيو وكاين البلاصه فين تصاوب المسائل. الحمد لله جات مع العواشر مع العيد الكبير، برنا شي دلاوات كانت كطيح الشتا سبحان الله العظيم وقفات. انتم تشوفوا الاجواء كيفاش دايره، واخا كاينه الشتا سبحان الله عطاتنا الوقيته فين نوجدوا المسائل ديالنا وناكلوا. الحمد لله كلشي داز في امان الله، ربي كييسر الامور. ومن هاد المنبر هادي كنوجه التحيه للعائله ديالي من هنايا المغرب، كنقول للوالده ديالي لان هذا اول مره في حياتي غادي نعيد بعيد على الوالدين ديالي وعلى خوتي. العام اللي فات كانوا جاو عندي الدار بولونيا، كان جا عندي الوالد والوالده بدون بلا ما درناش زعما شي بلان ولا، جاو في العيد الكبير الوالد عيد معايا. مالكية خلينا نهضروا مع الناس. دبرنا شي دلاوات كانت كطيح الشتا سبحان الله العظيم وقفات. انتم تشوفوا الاجواء كيفاش دايره، واخا كاينه الشتا سبحان الله عطاتنا الوقيته فين نوجدوا المسائل ديالنا وناكلوا. الحمد لله كلشي داز في امان الله، ربي كييسر الامور. ومن هذا المنبر هذه كنوجه التحيه للعائله ديالي من هنايا المغرب، كنقول للوالده ديالي لان هذا اول مره في حياتي غادي نعيد بعيد على الوالدين ديالي وعلى خوتي. العام اللي فات كانوا جاو عندي الدار بولونيا، كان جا عندي الوالد والوالده بدون بلا ما درناش زعما شي بلان ولا، جاو في العيد الكبير الوالد عيد معايا. مالكيه خلينا نهضروا مع الناس. كيما قلت لكم جا الوالد العام اللي فات، الوالده والد بحيده علينا ودوزنا العيد الكبير على الدار. هذا العام سبحان الله اول مره غادي نعيد بعيد على الوالد والوالده، احساس بلا ما نقول لكم عليه. اللي عنده شي والدين الله يخليهم ليه غادي بوحدو للدار. بغيت غير نوريكم واحد شحال بعيد ليا الدار هذا، انتما كتشوفوا ميم با
دقائق ديال ربي الا منين خرجت انا من بعد نخلي الباط محلول والبيت محلول يعني بعد ما يجي يدخل ولا ما يدخلش هو اللي متاكد ان بعد ما غاديش يجي يدخل ما كنشوفو معايا انت كلشي الناس مخلي البارطاج ديال الباط انا والله انا نخلي المحلول ها هي الدويره هي ما انت كتشوف معايا بعد محلول خليتو ايت وانا جاي ندخل الدار معاكم سعيد كيف ما شفتوا معايا هذه المساله المزيانه بزاف اللي عجبتني في النرويج هو ان الناس هذوك كيحترموا بزاف كيحترموا التقاليد وكيحترموا الديانات ما عندهم حتى شي مشكل مع الاعراق ولا العنصريه كيف ما شفتوا معايا الجاليه الصوماليه المسلمه كتحتفل وسط اوسلو بالعيد الاضحى المبارك جميع الحقوق ديالها في سلم وسلام رغم المشكل اللي وقع البارح ولكن الحمد لله كلشي داز في امان الوقيته ديال الاناس نخرجوا هاد اللعب العواد العواشر هذه العيد الكبير كما كتعرفوا الدراري الصغار خصك تفرحهم في العيد الكبير خرجها ما هاد العويفية هادي عدباتني باش شعلتها اليوم صطاتني مع العواد كانوا عندي فاسكين عرفتي راه هاد الغابة هادي اللي هنايا راه حيدتو من العواد كامل مبقاش شي عود ان شاء الله غادي يجيو يوريو عليا مكاينش هذا ايناس عندها كيطيحي ما هاد العويفية ان شاء الله غادي يكون نهاية ديال الفلوغ النهار داز زوين حاولنا ما امكننا ندوزو العواشر بخير وعلى خير الحمد لله دازت ونتمنى الفيديو يكون عجبكم يتسنى الروي يكون عجبكم ايناس عندها كتخربقي هادي اجي بابا اجي جا ايناس هي مور الكاميرا ايناس الكاميرامان اجي اجي قول لهم بسلامة نتمنى لا فيديو يكون عجبكم كما تنقول لكم اللي مازال ما تشاركش في القناة تشاركوا سبسكرايب لايك لايك الى اللقاء في الفيديو الجاي ان شاء الله معكم باي باي